اروح لبعض الاخبار المهمه اللي الناس بتستناها شويه. كان في جلسه محمد صلاح قعد مع اللعيبه قبل السفر، هو مشي امبارح بالليل واحنا شغالين على الهوا، كان سافر. محمد صلاح قعد مع اللعيبه في المنتخب واتكلم مع اللعيبه، وانا بقول لكم معلومات من داخل معسكر المنتخب، يعني مش هتكلم معاكم انه خيال بيسرح مثلا، انا بقول لكم معلومات. محمد صلاح قعد مع اللعيبه واجتمع بيهم في جلسه وداع، وهو تمناها خلال الجلسه ان هي تكون جلسه مؤقته، يعني انا مسافر واتمنى ان انا ارجع ليكم على النهائي، ومش شرط ان انا اشارك. يعني هو وعدهم حتى لو انه صلاح مش هيبقى سليم او لسه ما تعافاش بالشكل الامثل، هيرجع ويدعم المنتخب. صلاح يعني الدموع كانت قريبه في هذه الجلسه، واللعيبه كان صعبان عليها انه القائد بيمشي، يعني محمد صلاح اللي بيطمنهم اللي بيديهم جرعات ايجابيه، لما الفرق بتشوفه وتجري على صلاح ده عامل نفسي وعامل معنوي للعيبه بتاعتنا، الناس مش حاسه بيه يعني. ولكن محمد صلاح اتكلم مع اللعيبه في جلسه لا تتعدى الدقائق يعني، وقال لهم انا نفسي ارجع على النهائي، فيا ريت يعني تعملوا اللي عليكم وانا مش فارق معايا اللعب. وهو فعلا مش فارق معاه اللعب، هو اللي فارق معاه ان الجيل ده ياخد هذه البطوله. واحنا شايفين المنتخب اصابه صلاح واصابه الشناوي اللي هنروح له في الخبر اللي جاي، ثم اصابه امام عاشور النهارده، وكلهم عناصر اساسيه، يعني انت بتتكلم في تقايل في الملعب، الشناوي في حراسه المرمى وصلاح في مكانه وامام عاشور في نص الملعب. فالاصابات دي بالنسبه لنا تؤثر علينا، وان شاء الله امام يرجع ويلحق يبقى موجود في المباراه اللي جايه مع المنتخب.